طيب، واحدة بتقول انها حلمت ان معاها شبكة لونها احمر، فتحتها لقيت فيها ساعة ذهب وعليها رسمة ميزان ودبلة، دي اضغاث احلام ولا لا 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 لا، دي بصي، اولا الشبكه دي معناها الدبله، معناها الدبلة. عوده عريس سابق، يعني حد كانت مرتبطه بيه، حد كانت مخطوبه له، راجع. تمام. طب الشبكه، ما انا هقول لك الميزان بعد ما يعني زي ما بقول لك العدل هيبقى فيه قصاص، لان هو ظلمها، فده راجع بميزان. ميزان يعني خلاص عرف غلطه وعرف قيمتها، وعرف قيمتها وراجع. الدبله لوحدها من غير الشبكه وحشه، كنت هقول لها اقفلي الباب وخالص، ولكن الشبكه ده جاي ناوي نيه خير، شبكه يشبك يعني، فاهمه؟ يعني حتى شبك الاصابع في المنام معناه زواج. فهي الشبكه هو ناوي نيه خير وجاي بالميزان، يعني طب واللون عدل. الاحمر اللون، بصي، حب، هو الاحمر دلاله على الشهوه والغرائز والمحبه، فهو جاي شايل حب وشايل ارتباط وشايل كل حاجه وجاي، يعني خير الحمد لله.